اهلا بكل حضراتكم من جديد. بنوصل معاكم دلوقتي لتاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، والحقيقه مشرفانا في الاستوديو سيده دخلت تاريخ الرياضه الافريقيه والمصريه باعتبارها اول رئيسه نادي منتخبه من قبل الجمعيه العموميه بعد انطلاقتها الرائعه مع نادي النصر. جه اختيارها طبعا ضمن كتيبه الكوماندوز وتولي مهمه ترتيب الاوضاع داخل اتحاد الكره بعد خروج منتخب مصر من نهائيات كاس افريقيا 2019. تولت واحد من اهم وابرز الملفات في الجبليه، ملف الكره الخماسيه بما له وبما عليه الحقيقه، بالاضافه الى ملف الكره النسائيه. طبعا ده بطبيعه الحال هيكون جزء كبير من محور حديثنا معاها، كل طبعا ده واكثر سيتم فتحه كملفات مختلفه مع ضيفتنا العزيزه الدكتوره سحر عبد الحق، وهي عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم وأيضا المشرف على الكرة النسائية. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، سعداء بوجودك معانا، وألف مبروك لنادي الأهلي ومبروك لمصر، كلنا فرحانين طبعا. مبروك أكيد لحضرتك. الله يخليك، أهلا بيك. طبعا ملف كرة القدم النسائية يعني بادئ زي بدء كده، لازم نقف عند تفصيلة إن حضرتك شايفة إن كرة القدم النسائية من حيث المبدأ في العالم كله بشكل عام وفي عالمنا العربي بصفة خاصة مش واخده حقها. هو طبعا الملف مشكلته انه مرتبط بالشخص اللي موجود في الاتحاد. فايام دكتوره سحر الهواري كان الملف لا، في شغل وفي دوري بيشتغل وفي منتخب. فتره كبيره قوي منذ غيابها ما فيش اي نشاط للمنتخبات، بالعكس احنا كنا مصنفين، طلعنا بره التصنيف، ابتدى الدوري يبقى ضعيف، ابتدى ما يبقاش في حافز للبنات بتلعب دوري فقط. فعشان كده ما كانش مرئي وكان الإعلام بعيد عنه تماما. فطبعا ملف الكرة النسائية احنا ابتدينا عملنا منتخب تحت العشرين ومنتخب الأول، وابتدينا ننتقي من الدوري البنات. بس أنا كان كل فكري إن الأندية اللي في الممتاز لو دخلت هيبقى فيه طبعا رؤية كويسة، وخصوصا إن النادي الأهلي والزمالك يعني لو دخلوا أكيد الكرة النسائية هيبقى لها شكل ومنظر تاني خالص. بطبيعة يعني الحال حضرتك بتقولي ننتقي، طب هل المتاح كافي أو المعروض إنجاز التعبير كافي؟ طبعا هو حضرتك وإحنا بننتقي لقينا السن 14 و15 سنة فوق الروعة، لأن هم متأسسين وبادئين في أكاديميات وفي اهتمام كويس جدا، وأندية يعني إحنا مثلا الطيران ووادي دجلة ده الأهلي والزمالك للكرة النسائية، هتلاقي عندهم احسن العناصر. في بعد كده انديه تانية بس هي اكاديميات اللي هي كفر سعد وبشتيل، دي انديه اكاديميات برضو عندهم بنات كويسه جدا ومعظمهم عندنا في المنتخب. فالبنات كويسين جدا، مفيش طبعا انتم مش عارفين الاحداث كلها لان مفيش القاء الضوء، الشركه الراعيه برضو ما بتهتمش، لكن دلوقتي ابتدت تهتم وهي معانا في المنتخب على طول في التدريب. الشركه الراعيه مش مصدقه ان كل ده بيحصل وان الجهاز الفني قوي وان البنات دي بالمستوى ده، فان شاء الله انتوا هتشوفوا بعد كده كره نسائيه محترمه. انا طبعا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يبتدي السنه دي، بس كابتن زكريا نصف قال احنا هنبتدي باكاديميه ان شاء الله السنه الجايه يلحق بينا. عايز اقول لحضرتك ان نادي البنك الاهلي انضم لينا، ادي دوري ممتاز. نادي الجونه انضم، وطبعا عندنا وادي دجله، كل الانديه دي في الممتاز. كويس، يعني في تصعيد بيحصل، في تطوير بيحصل في الملف ده. طبعًا. هل في معوقات مجتمعيه معطله حضرتك مثلا او معطله القائمين على الملف ده؟ كنت فاكره كده زي حضرتك. لكن قلت لا، انا هبتدي ابص على الصعيد، فلقيت وزاره الشباب والرياضه فعلا عامله برنامج الف بنت الف حلم، بتنمي الكره النسائيه في كل المناطق دي. فسافرت معاهم ورحت قنا واسيوط وبني سويف وسوهاج. في فتيات بيلعبوا كوره في ده اوريدي بقى لهم سنتين. جميل. والمدربين المركز البريطاني هو المتولي الموضوع وبيشرف عليهم وبيدربهم، ولقيت بنت كويسه جدا ضمتها لينا في المنتخب في مركز شباب البرجايه، والبنت معانا من يعني بقى لها سنه دلوقتي فوق الروعه. اللي حضرتك بتقوليه ده كله يعتبر يعني ارهاصات لحاجات كويسه جايه او بشاير. أيوة. لخير على صعيد الملف ده. انا عايز اقول لحضرتك انا ما جيتش قعدت اقول يا جماعه تعالوا العبوا كره نسائيه، لا ده انا لقيت كره نسائيه. احنا الدوري الممتاز 12 نادي وعندنا 34 نادي في القسم الثاني وفي 15 نادي انضموا. انا كان ممكن اروح عامله درجه ثالثه بس ما رضيتش السنه دي عشان ما اجيب لهمش احباط، انت انضميت تعالى درجه ثانيه وهقسمكم جغرافيا. أوكي. لكن ان شاء الله السنه اللي بعديها هيبقى في درجه ثالثه وهيبقى في قطاع كبير. طب القياده السياسيه متمثله بالسيد رئيس الجمهوريه طبعًا. شخصيا اللي الحقيقه بصفه شخصيه رسالة. دايما مهتم جدا بفكره صح. الرياضه وممارسه الشعب كله بكل طوايفه للرياضه، بس كان ليه تصريح من تصريحاته كان بيطالب بشكل
صريح بتكوين او بتشكيل منتخب لكرة القدم النسائية. انعكاسات التصريح ده ايه بقى؟ انا اعتبرته امر واجب ان انا اعمله، وفعلا كونت المنتخب، وان شاء الله هيشوف ان شاء الله ان احنا ندخل التصنيف ونبقى باذن الله عندنا كرة محترمة. بص هقول حضرتك حاجة، وفي تنمر طبعا، يعني في تنمر للكرة النسائية، وازاي انتوا بتلعبوا كرة نسائية مع انها لعبة اصلا زيها زي اي لعبة تانية. وخلي بالك البنت ما تقدرش تفرض عليها لعبة، يعني ما تقدرش تقول لها تعالي العبي كرة، لا هي حابة طبعا، هي هتلاقيها عندها ثقافة كروية، هي فاهمة، هي عارفة كل ده. الحاجة التانية ان الجهاز الفني لازم يكون فعلا درب كرة نسائية، هو ده اللي انا حرصت عليه، وان يبقى الجهاز الفني للمنتخب الكرة النسائية جهاز واعي دارس فاهم يعني ايه ابديتنج لكل حاجة، متطور، وفي نفس الوقت الاخلاقيات اهم حاجة. احنا كمان عندنا يعني نموذج مضيء جدا في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، لاعبة كرة قدم نسائية مصرية محترفة ضمن صفوف ستوك سيتي، سارة عصام. صح كده، احنا دلوقتي بقى عندنا محمد صلاح ما يعادله نسائيا، وخصوصا هي كمان بس هي حصلت على الحذاء الذهبي مؤخرا كهدافه. أيوة. مع فريقها في الدوري الانجليزي، فدي حاجه مبشره. اكيد دي مبشره، وتم التواصل معاها، ولما كانت في مصر ايام الكورونا تواصلت معاها وقلت لها اول ما هنبتدي نستدعيكي، فقالت لي طبعا ده يعني املي ان انا ابقى في منتخب مصر، وان شاء الله هتبقى معانا باذن الله. بس احنا بنعد اربع بطولات وديه دوليه عشان نصنف وندخل الرانك ونبقى احنا مصنفين. فاحنا لازم نلعب اربع دول علشان نبقى مصنفين، فاحنا اول ما نبتدي فتره الاعداد هي هتبقى معانا ان شاء الله. طب استاذه سحر، يعني حضرتك والقائمين على كره القدم النسائيه في مصر ناقصكم ايه للارتقاء بالمنظومه دي؟ ما هو ده اللي احنا اشتغلنا عليه بقى، عملنا لجنه التطوير وقلنا لازم لجنه التطوير تبتدي تشتغل، فابتدينا فعلا انطلقنا ان احنا نوسع قاعده الانتشار، وقاعده الانتشار تتوسع عن طريق المدارس، فعملنا بروتوكول مع التربيه والتعليم. حلو. ودخلنا كرة نسائية في التربية والتعليم، ودخل الحافز الرياضي في الإعدادية والثانوية. حلو. يعني كده يعني كمان ممكن يبقى في درجات التفوق الرياضي لطالبات الثانوية العامة. يعني الأب والأم مش هيقولوا خسارة إنها تلعب لعبة مش هناخد حافز رياضي. إحنا دخلنا الحافز الرياضي. جميل. في الجامعة نفس الحكاية، رحنا الجامعة وانطلق دوري الجامعات، وفي بطولة أفريقية لدوري الجامعات هيعملوها، لسه كانت المفروض تتعمل بس الكورونا وقفت. وكان في بطوله دوليه برضو للجامعات، فاذا الموضوع مش هيقف بس عند المدارس، مش هيقف بس عند الانديه، لا الموضوع مستمر. فدي خطوه الانتشار. برضو اتجهنا لمراكز الشباب، مراكز الشباب صح هي مش تحت قيادتنا، بس برضو مراكز الشباب انطلقت، وفي حوالي اكتر من 48 مركز شباب ابتدى دلوقتي يبقى عندهم فريق كره نسائي. فتوسيع القاعدة ده أهم حاجة طبعا. إنك تركز على البراعم دي أهم حاجة، فبس بطريقة علمية. إحنا وإحنا بنتكلم في صور كده نازلة على دي صور على الشاشة، حضرتك برضو تعرفينا كده على ده الجهاز، ده الجهاز المنتخب ولاعبات المنتخب. طبعا جهاز المنتخب بقيادة كابتن أحمد رمضان، كابتن أحمد رمضان بيدرب كرة نسائية في أمريكا بقاله 25 سنة. يعني هو شرفنا بأن هو ينضم لينا، دول تحت العشرين، وفي الفريق الأكبر منهم اللي هو الفريق الناشونال تيم. احنا بنتدرب معسكرات مفتوحة لغاية دلوقتي بقالنا شهرين، ده كابتن باسم خيرت، دول لاعبات الجول كيبر. احنا عندنا مشكلة برضو في الجول كيبر، لازم طبعا يتمرنوا كويس، وعشان ننتقي اللاعبات برضو دي كابتن عزة أبو الخير مدرب المنتخب، عندنا بنت طبعا، عندنا انا اهتميت ان احنا يكون عندنا بنات في الفريق. ليه بقى؟ لان انت بتعد كوادر، فاحنا قلنا احنا عايزين ندرب المدربات، يبقى مثلا لما احنا دي نقطه مهمه جدا، الكوادر التدريبيه طبعا. ومدى طبعا. توافرها طبعا. احنا لما رحنا المغرب لقينا الجهاز الفني كله بنات كلهم، فكانت حاجه جميله جدا، والمغرب يعني اخذ الرانك بتاعه تاني افريقيا، فيعني انت لما تلاقي جهاز محترم كده وكله بنات، لا تعرف ان انت متاخر شويه. فعملنا بروتوكول مع الاتحاد النرويجي ودربنا المدربات، فالخمس شهور بندرب، وان شاء الله البروتوكول ده هيستمر. عملنا برضو بروتوكول مع استراليا ونيوزيلندا، وقالوا كمان هيبقى في فتره معايشه للمدربات بحيث ان احنا يكتسبوا الخبرات.
عايز اقول لحضرتك ان استراليا 23 هي كاس العالم هيبقى فيها، وان شاء الله نلحق ونستعد وفعلا يعني تبقى خطوه جميله لمصر انها تشترك في كاس العالم. استاذه حضرتك نقف عند النقطه الحلوه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل ثم عوده ل 10 الصبح في الاهلي، اتفضل. ونتمنى لهم التوفيق ويعني ويروحوا كاس العالم ونكسب كاس العالم ويبقى لهم كويسه يعني، ما قدرش نكسبها في الرجال نكسبها في الستات. لازم طبعا ندعمهم ونقف وراهم وان شاء الله يحققوا بطولات تكسر الدنيا. انا بدعمهم واتمنى لهم كل توفيق بتمنى لهم التوفيق من كل قلبي. ربنا معاهم يا رب بجد، ما فيش حد بيتريق على كره القدم في العالم، نسائيه في العالم كلها. كملوا، احنا كلنا وراكم بجد، هتلاقي تشجيع وهتلاقي زي التشجيع من كره القدم في الرجال، هي كره القدم النسائيه. هو احنا بنتمنى لهم التوفيق لان دي حاجه جديده يعني، هتكون يعني حاجه حلوه للمراه وكده ان هي يكون في حاجه الكره النسائيه وكده، فشدوا حيلكم يعني احنا نستناكم وكده. طيب احنا تابعنا مع حضراتكم رساله الجماهير ل يعني لكره القدم النسائيه متمثله في المنتخب بصفه خاصه. تمام. طيب احنا اتكلمنا مع حضرتك استاذه سحر عن اللاعبات ونوعياتهم، عن حجم توافر الكوادر التدريبيه. فيما يتعلق بالتحكيم ومباريات كره القدم النسائيه، لازم تكون في حكمه مش حكم ولا مش بالضروره؟ لا، هي على طول فيها حكم طبعا، بس الفتره اللي انا موجوده فيها كان ساعتها كابتن جمال غندور موجود، فقلت له انا عايزه الحكمات تدخلهم لي يحكموا دوري الرجال، فقال لي لا هنزلهم للكاس على طول. ففعلا نزلوا كاس مصر وكانوا موجودين ثلاث حكمات واشادوا طبعا بأدائهم وثقافتهم. احنا عملنا كمان دورات للحكام مع الاتحاد الافريقي للحكمات، وصالات وشاطئيه، يعني قلنا لازم يبقى فيه تخصص، فعملنا فعلا الحكمات الكوره العاديه وشاطئيه وصالات. اشتغلنا عليهم اكتر دلوقتي، الحكمات بقوا حكمات دوليات ومطلوبين دلوقتي في كاس العالم في استراليا، في يارا عاطف حكم دولي، وفي شمال افريقيا مطلوبين كذا لاعبه، كذا حكمه فيها، وفي شاهنده، في هنادي، في كذا لاعبه، كابتن منى، في كل الناس دي ناس مثقفه دارسه اخذه رخص دوليه، ما حدش كان بيلقي الضوء عليهم، فالحمد لله لا ظهروا دلوقتي. طيب عشان احنا الوقت جري جدا مع حضرتك، ما عندناش غير دقيقه بس على نهايه الحلقه، عايز اعرف من حضرتك فيما يتعلق بالرعاه والرعايه، وخصوصا ان في نوادي كتير جدا بتعاني من ضعف الامكانيات الماديه، وده بطبيعه الحال بيعرقل مساله تشكيلهم لفريق كره قدم نسائيه. تقولي ايه للرعاه، وخصوصا يعني احنا عارفين كمان ان الشركه الراعيه لكره القدم الرجالي بالشكل التقليدي ابتدت تبص على كره القدم النسائيه، ابتدت يعني يبقى لها قول في هذا الاطار. هو حصل تواصل معاهم وابتدوا دلوقتي معانا على طول في المنتخب في تدريباتنا، بينزلوا على طول برومو لينا، بيهتموا قوي، بيهتموا كمان ان ما حدش يصور غير تبعهم فعلا. لو احنا يعني اعلاميا نزل بس حتى الدوري مثلا الطيران ودجله، طيران كفر سعد، الحاجات دي، الجونه، خلاص انت كده نشرت كده، اخذت حقوق رعايه من الشركة الراعية، ابتدت تتشاف، ابتدت تحترم، مفيش تنمر، يبتدي يعرفوا ان في كورة محترمة بتقدم. فاعتقد ان احنا على اول خطوة، وانت عارف التغيير بياخد وقت، بس الاستمرار في ان احنا نقاتل هو ده الواجب علينا بقى الفترة دي. احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله. سعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا، نورتينا، اهلا بيكي. وطبعا الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعة لحلقتنا النهاردة. بكرة بإذن الرحمن إن عشنا وكان لنا عمر يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين من 10 ل 12 وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. سلام عليكم.